السلام عليكم الاخوات، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد البريوش كما كتشاهدوا معنا، كشكل زوين ومغاير ولذيذ ورطب وهشيش ان شاء الله. دابا وقت المشماش، انا ديما كيعجبني الحاجه في وقتها، كان نستغل نصيب بها الوصفات ان شاء الله. وغادي نشارك معكم هذا البريوش اللي شكلا ومذاقا لذيذ. ان شاء الله ندوزو المقادير. اول خطوه كناخذوا النصف الكميه اللي غادي نستعملوا من الحليب، اللي هي 90 مليلتر ديال الحليب. كناخذوا النص ديالها، كنديروا معلقه ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين ديال العجينه، ونخليو هاد المكونات يتفاعلوا مزيان باش البريوش ديالنا يجينا رطب وهشيج من الداخل، ما يجيناش معجن. الطريقه ديال التفاعل ديال الخميره، كنخمروا هاد المكونات هما الاولين وعاد نجمعوا بها العجينه، كيعطينا واحد البريوش اللي رطب. هنا من بعد واحد 5 دقائق، دابا الجو سخون، الخميره دغيا كتفاعل لينا. 5 دقائق ولا 3 دقائق على حسب المكان اللي محطوط فيه، غادي نكملوا داك 90 مليلتر ديال الحليب يكون دافي. و50 غرام ديال السكر. غادي نخلي لكم الاخوات المقادير صندوق الوصف ان شاء الله. هنا الفاني ديروا الليكيد ولا اللي عندكم، ولا تنسموا بقشرة الحامض. هنا ضروري رشة ديال الملحة، نحاولوا نخلطوا باش داك السكر نحسو به داب. هنا ديروا واحد بيضة، تقدروا تمشيو حتى لجوج بيضات الا كانوا صغار. وهنايا عندي الزيت تقريبا واحد ربع كاس تقريبا، لان غادي نديروا مازال الزبده. الا ما كنتوش غادي ديروا الزبده، ولكن كنفضل انا في البريوش ديروا فيه الزبده، لان كيعطيه واحد الهشاشه احسن من تستعملوا الزيت بوحدها. نحاولوا نخلطوا مزيان، ينسجم لينا داك الكميه ديال الطحين، كنديروها تدريجيا. وما تنساوش الاخوات بالنسبه للمشماش، تاخذوا المشماش ما يكونش داك المشماش اللي طيب بزاف، لان غادي يطيب مع البريوش. خذوا المشماش يكون صحيح وشاد في راسو. هنا غادي نضيفوا داك 60 غرام ديال الزبده، تكون بوماد، تكون رطبه ما تكونش قاصحه، وكتحاولوا تدخلوها بين هكا بالعجينه، تخدموها بيديكم او بسباتولا هكا على حسب الكميه ديال البريوش الا دوبلتو المقادير باش تحكموا فيه، لان العجينه تكون رطبه ما تجيناش قاصحه. هنا راه زدت كملت داك الطحين اللي عندي فيه 350 غرام ديال لافارين ديال الطحين، تتجمعات ليا العجينه. وهنا غادي نخليها تختمر ليا وتضاعف الحجم ديالها كما كتلاحظوا معايا. والمشماش كتاخذوا كتقسموه على جوج كما كتلاحظوا معايا. المشماش راني وجدتو حيت ليه داك العظم طبيعه الحال، وقسمته على جوج. وغادي نبداو نشكلوا الكريات والحجم اللي بغيتوهم صغار. الطريقه، وانا نشارك معكم طريقتي وانتم كتفنوا، وكل وحده والشكل اللي بغات. هنا كنحاولوا نديروا ديك الحفره، تعاونوا بالكاس او بمعلقه، وتقدروا ديروها حتى بيديكم، لان العجينه رطبه وتقدروا تحكموا فيها مزيان باش نديروا فيها واحد المعلقه ديال مربى المشمش كونفيتور دابريكو الا كانت عندكم، حسن باش يكون المذاق نفسه. هنا كنخدموها مزيان باش تطلق لينا، وكديروا في الوسط ديالها واحد المعلقه. والاخوات اللي ما كيبغيوش يديروا هكا كونفيتور، راه خصكم تقدروا ديروا لا كريم باتيسيير ولا لا كريم سيترون، هادو كلهم غادي يجي مزيان، لان فايت ليا جربتو به. كديروا في بديل ديال المربى، كديروا لا كريم اللي درتو اللي بغيتو ديال الحامض ولا باتيسيير، وكتحطوا عليه هذيك المشمشه، نصف ديال المشمشه، كيعطينا واحد الشكل زوين زوين في التقديم. كتحاولوا تضغطوا عليه شويه،
هنايا مع الحال سخون انا راه كنت كنخدم وهما ديجا بداو كيخمروا ليا، لان درنا لهم ديك الطريقه ديال الاختمار، الاختمار ديال في الاول. هنا طلعوا ليا لان الكوزينه بديت شعلت الفران والحال سخون. على حسب المكان ديالكم خليهم، الا ما شفتوش ما خمروش خليهم تقريبا واحد 5 دقائق تحسوا بهم خمروا، ودخلهم الفران بعد ما دهنا لهم الجوانب باصفر البيضه مع شويه الحليب باش يعطيونا داك اللون الذهبي ديال البريوش. هنا صفرت البيضه مع شويه الحليب وكندهنوا الجوانب وكندخلهم الفران، كيجي واحد البريوش زوين شكلا ومذاقا ان شاء الله. Comes to you, no.